احنا سمعنا عن طائر بياكل السمك لكن ما سمعناش العكس، وفي الفيديو ده هنشوف يا اخوانا ان السمكه هي اللي بتاكل الطيور، والسمكه دي اسمها سمكه النمر الافريقي وبتتميز بضخامه فكها، يعني هي اللي بتنتظر الطائر ان هو يجي على الميه مش العكس، وبعد كده بتنقض عليه بفكها الكبير وتنزله في الميه معاها، وبمجرد ان هي بتقدر تمسكه وتسيطر عليه وتنزله في الميه بيبقى الله يرحمه.